بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، أي لا يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فإن الحياة مبنية على الامتحان والابتلاء والاختبار، حيث يقول الحق سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. والإيمان ليس كلاما، وإنما هو اعتقاد وعمل وسلوك وتضحيات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ويقول الحق سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولما استشهد سيدنا حارثة بن صراقة يوم بدر، جاءت أمه أم الربيع بنت البراء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني يا رسول الله ألا تحدثني إن كان ابني في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة،
إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان يا أم حارثة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. ولما استشهد سيدنا عبد الله بن حرام لقي النبي صلى الله عليه وسلم ابنه سيدنا جابر بن عبد الله مهموما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك مهموما يا جابر؟ قال: يا رسول الله، استشهد والدي وترك لي عيالا وإخوة كسرا وليس لنا من مال. فقال: يا جابر، إن الله عز وجل لم يكلم أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب، لكنه عز وجل كلم أباك كفاحا، أي كلمه بلا حجاب، أحياه والشهداء أحياء، فقال له: يا عبدي تمن علي. فقال: يا ربي، تعيدني إلى الدنيا فأستشهد في سبيلك مرة أخرى؟ فقال الحق سبحانه: لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا ليت قومي يعلمون. فنزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. منزلة الشهيد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حيث يقول الحق سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أن من أعان شهيدا أو كفاه في أهله فله أجر عظيم. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فكل من عمل على إعانة الشهيد وعلى إعانة قواته المسلحة التي تدافع عن الأرض والعرض والكرامة، وكل من خلف شهيدا في أهله بخير فكأنما شاركه الأجر. ويذكر المؤرخون أن امرأة جاءت إلى صلاح الدين الأيوبي ولم يكن معها ما تتصدق به أو ما تساعد به الجيش أو ما تقدمه له، لكنها بفطرتها النقية فهمت ما معنى إعانة الجند وما معنى إعانة القوات المسلحة وما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. كانت المرأة عجوزا لا تستطيع قتالا، وليست ذا مال تستطيع أن تقدمه لجيشها، فماذا كان منها؟ قصت ضفيرتي شعرها
وجاءت إلى صلاح الدين وقالت: يا صلاح الدين، ها أنا عجوز كما طال طاقة لي على القتال ولا أملك مالا أعينكم به، فقصصت ضفيرتي، خذ هذين الضفيرتين اجعل منهما قيدا لفاسك، إني أريد أن أغبى شعري هذا في سبيل الله. ليست القضية فيما قدمت، وإنما في الروح التي التفت حول من يدافعون عن الدين والأرض والعرض والكرامة، الروح التي صارت في المجتمع كله، فصار على قلب رجل واحد يغيظ العدو وينفع الصديق، يقدم لدينه ووطنه وأمته. ونحن الآن في الذكرى 46 لانتصارات 6 أكتوبر 1973 ميلادية، 10 من رمضان 1393 هجرية. معظم شبابنا لم يعش أيام هذه الحرب، ولم يقف لا على ما قبلها ولا على ما بعدها ولا على ما سطعته قواتنا المسلحة الباسلة من بطولات أبهرت العالم كله وجعلته ينظر إلى الجيش المصري وإلى الجندي المصري نظرة خاصة شديدة الاحترام والتقدير. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كرم أجنادنا منذ ما يزيد على 1400 عام عندما قال: إن الله عز وجل سيفتح عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض. فأي شهادة نريد بعد شهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي قول يداني هذا القول وهو الذي قال: إنهم خير أجناد الأرض وإنهم وأهليهم وزويهم في رباط إلى يوم القيامة؟ أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل هذا الرباط. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل مصر وأهلها وجيشها وجندها عند بشراك يا سيدي يا رسول الله في رباط إلى يوم القيامة. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. لا بد لنا من دراسة التاريخ وأن نقف على ما قدمه آباؤنا وأجدادنا من بطولات وتضحيات عظيمة في سبيل هذا الوطن، لنعلم أن لنا تاريخا عظيما يجب أن نحافظ عليه بل أن نبني عليه. على أننا نؤكد أننا بفضل الله عز وجل وبفضل وحدة صفنا وبما وعد الله به ادخلوا، وقاله سبحانه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وما أكده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم وأهليهم وزويهم في رباط إلى يوم القيامة. نؤكد أن هذا البلد بإذن الله محفوظ بحفظ الله له وببركة حديث سيدنا رسول الله عنه. غير أن علينا أن ندرك أيضا أن حروب اليوم ليست كحروب الأمس. حروب الأمس كانت بالسلاح المباشر
وبعد أن أثبت الجندي المصري والجيش المصري قضعة فائقة على المواجهة، قرر الأعداء النظر في سبل أخرى لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية المسلحة، فاخترعوا ما يعرف بحروب الجيل الرابع والجيل الخامس، والإتيان على المجتمعات من داخلها. وأكدنا وسنؤكد وسنظل نؤكد أنه ما من دولة سقطت أو أسقطت عبر التاريخ إما بعمالة أو بخيانة من بعض أبنائها أو بتآمر من بعض أبنائها أو بتخاذل وضعف من داخلها. أما عندما تكون الدولة على قلب رجل واحد مؤمنة بالله حريصة على الدفاع عن وطنها، يقول الحق سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لما يئس أعداؤنا من مواجهة جيشنا الباسل مواجهة عسكرية وعلموا أنها مواجهة خاسرة، لجأوا إلى حروب متعددة في مقدمتها حروب الشائعات وبث الفتن ومحاولات التيئيس والإحباط وتزوير الحقائق وقلب الحقائق والعمل على تشويه الرموز الوطنية وتشويه الإنجازات وفقدان الثقة بين الشعوب وحكامها. ورأوا أن ذلك أقل كلفة لهم مستخدمين مختلف الأسلحة الحديثة من وسائل التواصل وغيرها في بث الشائعات، نشر الأراجيف، وما يعرف بخطاب القطيعة بين الناس والدولة ليأتوا على الدول من داخلها، على نحو ما حدث لكثير من الدول التي ليست منا ببعيد. وأننا نؤكد كما أننا في حاجة إلى إعداد القوة العسكرية، حيث يقول الحق سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإننا في حاجة إلى إعداد الشخصية الواعية، في حاجة إلى رفع مستوى الوعي، في حاجة إلى التنبيه إلى التحديات والمخاطر، في حاجة إلى التنبيه إلى أن حروب اليوم ليست كحروب الأمس، وأن الشائعات والأراجيف والتشكيك في الإنجازات وبث روح الإحباط هي أسلحة أعدائنا لإلقاء اليأس والإحباط في نفوسنا. وهذا يتطلب منا وعيا بهذه المخططات، وأن نتنبه، حيث يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما يكفيه من الذنب، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أن كل ما سمعته أو رأيته على مواقع التواصل تنقله دون أن تعمل عقلك ودون أن تفكر ودون أن تتحقق. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، أي لا يفكر فيها، يهوي بها في النار بعد السرية. ويقول الحق سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم، تتناقلون الكلام سواء بألسنتكم أو تتناقلونه الآن عبر مواقع التواصل دون أن تتثبتوا ودون أن تتيقنوا ودون أن تتحروا، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. وعندما قال سيدنا معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون
حصائد ألسنتنا أو بما تقوله وتعدده ألسنتنا. فقال يا معاذ: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. عندما يأتيك الأمر لا تقم بك كلام تحدث وتنقل دون أن تتحرى، وبخاصة فيما يتصل بالخوض في الزمم والخوض في الأعراض، رمي الناس بالإفك والبهتان بلا بينة ولا دليل. اسم عظيم سماه القرآن الكريم إفكا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ليس من خارجكم للأسف، منكم ومن بني جلدتكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لماذا؟ لأن أوقات المحن تكشف الصديق من العدو، وتكشف من هو مع الوطن ومن هو ضد الوطن، ومن يقف في المناطق الرمادية. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فلنحذر من أن ننساق خلف الشائعات وخلف الإحباط بفضل الله. والله ما تأتي هذه الشائعات وهذا الإحباط إلا لأن مصر قادمة بقوة إلى الأمام بما يغيظ الأعداء. ولا يسر أعداءنا أن يروا مصر تحقق إنجازا وتقطع شوطا نحو تقدم، وتشق مكانها بقوة نحو عالم أفضل، وهو ما يجعلهم يبذلون أقصى ما في طاقتهم لتعطيل مسيرتهم. فلندرك أننا سائرون بإذن الله على الضرب، وأن جيل أكتوبر الجديد قادم بإذن الله، قادم في الدفاع عن وطنه، قادر على حماية وطنه، قادر على رفع الوعي، قادر على بناء مصر القوية الجديدة الحديثة العاجعة إلى المستقبل بأبنائها بأمان بإذن الله. شريطة ألا نعطي آذاننا ولا صفحاتنا لأعدائنا يعبثون بعقولنا ويعطلون مسيرتنا، سائلين الله عز وجل أن يجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم من أراد مصرنا بسوء وأهلنا ووطننا بسوء فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل العاقبة عليه لا له يا رب العالمين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت كافينا فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها أيضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت أمرها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.